تاريخ إنشاء المتحف. المتحف أساساً المصري قبل ما يتم إنشاؤه كان عندنا متحف الأزبكية اللي أمر بإنشاؤه محمد علي سنة 1835، وطبعاً اتنقلت الآثار لقلعة القاهرة، لكن للأسف كل محتويات الآثار في قلعة القاهرة أهديت لأمير نمساوي. بعد كده تم افتتاح متحف بولاء سنة 1858، وللأسف غرت الآثار في المتحف ده نتيجة للفيضان اللي حصل للمتحف سنة 1878. بعد كده حصل ضرورة إن الآثار دي تتنقل لمتحف جديد وهو متحف الجيزة، وده تم سنة 1892. المشكلة في متحف الجيزة إن سقفه كله كان خشب، كان لو تعرض للنيران كان كل الآثار اللي فيه هتروح. فمجلس الوزراء في الفترة دي عمل اجتماع إما إن احنا نجدد متحف الجيزة ونعمله متحف لأن هو كان قصر للخديوي إسماعيل، وإما نعمل إنشاء لمتحف جديد، واقترحوا على الخديوي عباس إنشاء متحف جديد، والخديوي عباس حلم الثاني أمر بإنشاء متحف جديد. القصة الجميلة إن اتعملت مسابقة دولية في باريس لاختيار أحسن تصميم للمتحف المصري. تم انعقاد المسابقة دي من 1893 ل 1895، ومعظم المصممين المعمار الإيطاليين المشهورين في الفترة دي قدموا تصاميم من أجمل ما يمكن، لكن كلهم خسروا قدام مصمم فرنسي اسمه مارسيل دورنيون. مارسيل دورنيون كسب المسابقة لأن في التصميم اللي عمله للمتحف المصري، زي لو أنتوا شايفين التصميم خارج المتحف، واجهة المتحف عاملة زي صروح المعابد الفرعونية، واجهة ضخمة قوي. كمان عمل للمتحف قبة بتمثل الحضارة الإسلامية. عند مدخل المتحف في رخام بيحوط الباب الخشبي عليه عنب بتمثل الحضارة القبطية، لأن العنب في الحضارة القبطية بيمثل سيدنا المسيح عليه السلام. لو بصيتوا من ورايا هتلاقوا أعمدة، دي أعمدة بتمثل الحضارة اليونانية. فزخارف المتحف والشكل المعماري للمتحف هو عبارة عن العصور المختلفة اللي عدت على المتحف، علشان كده المصمم الفرنسي كسب المسابقة. المتحف ده أول متحف على مستوى العالم يبنى كمتحف. المتاحف اللي قبل كده كانت عبارة عن قصور ملكية حولت لمتاحف. المتحف كمان أول مبنى في مصر يبنى بتقنية الخرسانة المسلحة، علشان كده المتحف ده من أقوى المباني في مصر لغاية دلوقتي ومتواجدة. الحاجة الجميلة في المتحف، المتحف بيحوي أكتر من 160 ألف قطعة. المعروض للجمهور غير اللي في المخازن حوالي 90 ألف قطعة، علشان كده كل كورنر في المتحف مليء بالآثار، لدرجة إن بعض الآثار اللي موجودة في جزئية بسيطة ممكن تعمل متحف في أي دولة بره.